أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، والتي سنخصصها لنقاش الوضع الإنساني في محافظة الحديدة وما آلت إليه أوضاع المواطنين بعد نحو عامين من سيطرة الميليشيا. في الحديدة تتفاقم حالات سوء التغذية يوما بعد آخر، حتى أصبحت حالة عامة بين سكانها البالغ عددهم أكثر من 2.5 مليون نسمة. أرقام مخيفة سجلت عن حالات سوء التغذية العام في المحافظة، والتي وصلت إلى أكثر من 31% من إجمالي عدد السكان. تفاقمت معاناة الناس أكثر بعد سيطرة الميليشيا التي قامت بنهب موارد المحافظة، وجعلت الأهالي يخوضون صراعا مريرا للحصول على ما يؤمن لهم البقاء ولو على هامش الحياة. المنظمة الإنسانية غابت وتلاشت أدوارها، عدا بعض المساعدات التي تقدم بين الفينة والأخرى من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، والتي لا تفي بالاحتياجات الكبيرة للسكان. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين. الأول نناقش فيه الوضع الإنساني المرير في الحديدة وارتفاع نسبة سوء التغذية العام، والثاني نبحث فيه كيفية التصدي لهذه الأوضاع وإنقاذ الناس من المجاعة التي أصبحت على الأبواب. قبل البدء في مناقشة هذا الموضوع مع ضيوف الكرام الذين سينضمون إلينا، نذهب إياكم لمتابعة هذا التقرير. الحديدة المحافظة الأكثر وجعا، تتلاشى فيها الحياة يوما بعد آخر وتسوء حالة السكان. أرقام مخيفة سجلت عن حالات سوء التغذية العام في المحافظة، التي وصلت إلى أكثر من 31% نهاية العام 2014، لكن هذه الأرقام تفاقمت وارتفعت بعد سيطرة الميليشيا على الحديدة وتحويلها إلى مجال عام للنهب. أما قوت المواطن فقد جعلته الميليشيا بالمزاد لمن يدفع أكثر. على هذه الشاكلة تبدو هيئة أطفال المحافظة بعد أن تفاقمت حالات سوء التغذية وتحولت إلى ظاهرة عامة في معظم مديرياتها 26، لكن الوضع أكثر سوءا في مديرية التحيتة، فالناس هنا جلهم من المعدمين والمعسرين، لذا تراهم يخوضون صراعا مريرا من أجل الحصول على هامش بسيط للبقاء. المنظمات الإنسانية غابت وتلاشت أدوارها، عدا منظمتا الصحة العالمية واليونيسف اللتان تقومان بين الفينة والأخرى بتقديم معونات لا تفي بالاحتياجات المتفاقمة للسكان. لا تكتفي الميليشيا بنهب موارد المحافظة، بل إنها تقوم في معظم الأحيان بأخذ المعونات التي تقدم للمواطنين والتصرف بها لصالحه الخاص، كما يشتكي الناس هنا الذين أصبحوا ينظرون بعين الأمل والرجاء علهم يجدون فرصة للنجاة من الموت جوعا. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من الحديدة مدير مكتب الصحة في المحافظة سيد عبد الرحمن جار الله. سيد عبد الرحمن، لو حدثنا في البداية عن ماهية الوضع الإنساني الآن في المحافظة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نرحب بكم واهلا وسهلا بقناه نوتيز. اهلا بكم. ثانيا، اذا ما تكلمنا عن الوضع سوء التغذيه بنوعيه العام والوخيم، فسوء التغذيه سجلت ارقام منذ العام 2011 رقم 31.7 بحسب مسح اليونيسف، وحصلت الكثير من الأعمال من كافة المنظمات ومن مكتب الصحة وممثلا لوزارة الصحة العامة والسكان، وتم تكثيف العمل في كافة المديريات، وتم تخفيض هذا الرقم إلى 18% بحسب مسح اليونيسف في العام 2013. الآن ما نعانيه طبعا بسبب الحرب وما هو حادث، بأنه طبعا قد تكون النسبة ارتفعت. اليونيسف عمل مسح في العام الماضي وكانت النسبة في حدود 23%. طبعا ما رأيناه في وسائل الإعلام بالأمس في مديرية التحيتة، هذا يمثل جزء من المشكلة. طبعا لأنه الكثير من الأعمال، كثير من المنظمات اتجهت إلى أعمال الطوارئ، وطبعا كما تعرفون أنتم معهم حق في بعض الأجزاء، لكن يظل أبطالنا المصابين بسوء التغذية من وجهة نظري
في نفس الأهمية للطوارئ، لأنه الأطفال إذا ما تركنا الوضع بهذا الشكل سيموتون من سوء التغذية وأعدادهم كبيرة جدا. فإحنا الآن مش زي ما ذكرت إنه فقط WHO واليونيسف هم فقط من يعملوا، هناك الكثير من المنظمات الآن تعمل. من أيضا يعمل؟ كل المنظمات الأنجيوز الشركاء يعملوا، WFP اللي هو برنامج الغذاء العالمي وهو الحاضن للتغذية لم تذكروه، وهو الأكبر من منظمات الأمم المتحدة في مجال معالجة سوء التغذية، مع احترامنا لليونيسف نكن لهم كل الاحترام ونكن كل الاحترام لمنظمة الصحة العالمية، لكن هناك منظمات أخرى وإن كانوا بعضها شركاء لليونيسف أو شركاء للآخرين لكنهم موزعين على كافة المديريات، البيو إيم استعماء تشتغل، السيف شيلدرن اللي هم رعاية الأطفال موجودين في خمس مديريات، الكثير من المنظمات تعمل أوكسفام موجودة، الجمعيات حتى المحلية موجودة، لكن هذا لا يكفي في الوقت الحالي. نحن بحاجة إلى تكثيف الأعمال، بحاجة إلى دعم المنظمات بشكل أكبر كما كانت كما عملنا في العام 2011. يعني في العام 2011 كان العدد واحد، النسبة 31.7، وعملنا بجد وباجتهاد وتكاتفنا جميعا حكومة ومنظمات ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات محلية، وعملنا كلنا كفريق واحد إلى أن انخفضت النسبة، وانخفضت نسبة سوء التغذية العام وسوء التغذية الوخيم، انخفض الاثنان معا. مفهوم. انخفض سوء التغذية العام إلى 18% والوخيم كان في العام 2011 9.9، وهذا كان واحد من أكبر الأرقام على مستوى العالم. نعم. ونزل إلى 3%، وحينها كان هذا عمل يعني أشاد به الجميع. نحن الآن بحاجة إلى مثل هذا كالعمل، أن يتكافف الجميع، تعمل معنا كافة المنظمات العاملة في التغذية، يعني تعمل معنا WFP أو برنامج الغذاء العالمي بشكل كبير جدا، ويمولون الكثير من الأغذية العلاجية والأغذية حتى نستطيع مواجهة هذه الكارثة أو هذه المشكلة لا سمح الله. طيب. في المستقبل أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الرحمن. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من صنعاء المتحدث باسم منظمة اليونيسف في اليمن أستاذ محمد الأسعدي. أستاذ محمد، على ما يبدو أن هذه الأرقام أو الوضع الإنساني في محافظة الحديدة بشكل عام لم يكن جديدا بالنسبة لكم أنتم في اليونيسف، كما تحدث السيد عبد الرحمن قبل قليل من أن هناك كانت أرقام عن سوء التغذية منذ فترة سابقة، ما الذي يحدث بالضبط في هذه المناطق في الحديدة؟ حقيقة الأخ عبد الرحمن شرح وفصل بشكل، وإن كنت انتميت بالحديث من منتصفه إلا أنه تحدث عن المؤشرات التي كانت تتوفر لدينا من خلال الوصوحات في عام 2011. كنا نتحدث عن أرقام مرتفعة جدا، استطعنا بتضافر الجهود وكل العاملين في قطاع مكافحة سوء التغذية، سواء كانت سوء التغذية العام أو سوء التغذية الوخيم، إلى الحد وتحقيق إنجازات كبيرة جدا مع حلول 2013. لكن مع نهاية 2014 وبداية هذا الصراع وتبيينه انهارت هذه الانجازات التي تحققت لاطفال اليمن. تعرض الالاف من الاطفال لمخاطر كبيره، والاسباب ليس قله البرامج او محدوديه الدعم او انخفاض الدعم او تحويل للطوارئ، ولكن لان هناك منظومه الصحه بشكل عام تتعرض لمخاطر كبيره. هناك عدد كبير من المواطنين نزحوا باسباب الصراع وشكلوا ضغطا كبيرا على الخدمات البسيطه اصلا في مناطق النزوح وفي المجتمعات المضيفة. هناك أيضا حالة من الفقر وتدني الدخل المعيشي للناس التي تدفع بكثير من أولياء الأمور لتقليص الإنفاق على الغذاء وعلى الدواء، مما يشكل تحديات كبيرة جدا تصعب معالجتها كسوء تغذية بحد ذاته. إحنا نتحدث في منظمة اليونيسف ومجموعة العاملين في مجموعة العقودية لمكافحة سوء التغذية عن معالجات متكاملة تتمثل بتوفير خدمات المياه الصالحة للشرب وأيضا خدمات الإصلاح البيئي والصرف الصحي، توفير التغذية العلاجية المناسبة للأطفال من خلال المسوحات والمسوحات الميدانية لتقييم الاحتياج وأيضا مسوحات وفحص الأطفال، توفير العلاجات الأساسية للأمهات والمرضعات والحوامل
بحيث ان نضمن ان المواليد او الربع يكونوا في وضع افضل يمكنهم من مقاومه مخاطر سوء التغذيه. توفير التثقيف والتوعيه للامهات والمجتمعات بشكل عام عن النظافه الشخصيه والنظافه الصحيه وغسل اليدين وتجنب الملوثات التي في الاخير تؤدي الى الاسهالات، وبالتالي الاسهالات تدفع للاطفال الى سوء التغذيه. ايضا طريقه من طرق المعالجه هي ايجاد حلول مجتمعيه بحيث يتم تدريب عشرات بل مئات المتطوعين والمتطوعات المجتمعيين لخلق تثقيف مجتمعي حول هذه الظاهره واسبابها. الدفع بالفتيات والنساء والبنات للتعليم بحيث الام المتعلمه تستطيع ان توفر لاطفالها توعيه ثقافيه افضل من الام الاميه. اذا المعالجات ليست فقط توفير الغذاء والعلاج، ولكن المعالجات للاسباب والمسببات التي تدفع لالاف الاطفال الى سوء التغذيه. الامر الخطير هنا اخي العزيز ان المنجزات التي تحققت، او دعنا اقول بشكل افضل الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضيه لصالح الاطفال اتت عليها الحرب واضرتها بشكل كبير، سواء كانت الصحه او التغذيه او التعليم او غيره. طيب، واحده من اكبر المخاطر التي تهدد اليمن الان وملايين الاطفال هو انهيار المنظومه الصحيه. انا اعتقد وزاره الصحه حذرت بانها لن تستطيع توفير النفقات التشغيليه للمرافق الصحيه في مختلف الجمهوريه، بمعنى ان المرافق الصحي في المناطق النائيه لن يستطيع ان يحصل على العلاج بسبب عدم توفر المواصلات، لن يستطيع ان يشغل المرفق الصحي بسبب عدم توفر الكهرباء وبالتالي الوقود وغيره. اذا لدينا مخاطر كبيره تحدق للاطفال جراء هذه الحرب والازمه القائمه الاقتصاديه والسياسيه واوجهها المتعدده تدفع بالاف الاطفال نحو الموت. قدرنا العام الماضي على الاقل 10,000 طفل ماتوا باسباب كان يمكن الوقايه منها. نعم. بس الوضع ادى الى هذه الكوارث. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا سيد محمد. اعود الى السيد عبد الرحمن جار الله. سيد عبد الرحمن، الان الوضع في محافظه الحديده هل هو يعني هناك احصائيات وافيه عن حجم الاحتياج؟ هناك معلومات عن المناطق والتوزيع الجغرافي لهذه المناطق التي تشهد هذه الحاله السيئه من سوء التغذيه العام في المحافظه؟ ما هي الارقام؟ اعطنا ارقاما عن الوضع الصحي والاغاثي والغذائي في المحافظه تحديدا. بالنسبه لسوء التغذيه نحن يعني في حاجه كبيره للكثير من الاشياء، فنحن من العام 2011 الى الان، كان في العام 2011 لهيئة سوى 56 مركز تغذية، عيادة خارجية للتغذية. الآن نحن نتكلم على 370 عيادة خارجية على مستوى المحافظة. نتكلم كان لهيئة سوى مركز علاجي استقراري واحد، الآن نتكلم على أكثر من 15 مركز علاجي استقراري في كافة المديريات. كل هذه الآن أصبحت بحاجة للتشغيل، لأنه تشغل من خلال المنظمات بحاجة طبعا ابتداء من الوقود وحوافز أو بدل الكادر اللي العامل في هذه المراكز، بالإضافة إلى الأدوية، لأن هناك أدوية مساعدة للمواد التغذية أو للأدوية الأغذية العلاجية. هناك الكثير من الأدوية نحن بحاجة لها في هذه المراكز، بحاجة لتشغيل هذه المراكز، كذلك بحاجة إلى كوادر طبية عليا. نحن الآن الكثير تعمل بواسطة مساعدي أطباء في المديريات بالذات، نحن بحاجة إلى أطباء، بحاجة إلى أنه كافة المنظمات المتولية لأنه مقسمة هذه المراكز على المنظمات، حتى يعني حتى نستطيع تغطية المحافظة بالكامل. يجب على كافة المنظمات العاملة معنا أن تتحمل مسؤوليتها وأن تعمل بحسب اتفاقنا معها في هذا الجانب، ولا تتخلى عن اتفاقاتها السابقة، بحيث أن كل منظمة تتولى المركز الذي كانت تديره من ناحية توفير الكادر، من ناحية طيب توفير الوقود، من ناحية توفير الأدوية كما كانت. بسؤال أخير سيد عبد الرحمن، ما هي ملاحظاتك على أداء المنظمات الدولية؟ وكذلك هل هناك فعلياً تسهيلات سواء من قبل يعني المسؤولين المتواجدين هناك لعمل هذه المنظمات بداخل المحافظة؟ للأمانة احنا كصحة مسهلين كافة عمل المنظمات ونتعاون معهم ونذهب
الى ابعد من حتى اختصاصاتنا كمدير عام الصحه. احيانا نسهل كثير من المهام، نحل الكثير من الاشكالات، يواجه بعض الاشكالات الامنيه، ولا بد، نحن في ظروف متغيره وفي ظروف حرب، لا بد ان يواجه بعض الظروف الامنيه، ولكننا نستطيع التغلب عليها ونتعاون معهم في التغلب عليها، وندخل معهم الى كل مكان ونشرح وضع الاطفال لكل الناس حتى يسمحوا لهذه المنظمات ان تعمل معنا. نعم، اذا اشكرك. الوضع بحاجه لجهود الجميع. مفهوم. وضع الاطفال بحاجه لجهود الجميع، بحاجه الى ان نتناسى خلافاتنا من اجل اطفالنا، نتناسى كافه الخلافات وكافه المشاكل حتى نستطيع توصيل الادويه وتوصيل الاغذيه الى هؤلاء الاطفال في المديريات، وبالذات المديريات البعيده والنائيه. أشكرك مدير مكتب الصحة في محافظة الحديدة سيد عبد الرحمن جار الله. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من الحديدة أيضا مسؤول إدارة التغذية في المحافظة سيد منصور القدسي. سيد منصور، حدثنا عن أبرز الاحتياجات الإنسانية في المحافظة في هذه الفترة. والله زي ما تكلم الدكتور عبد الرحمن جار الله مدير عام مكتب الصحة في المحافظة، هناك احتياج شديد للتكامل في كافة البرامج العلاجية، يعني سوء التغذية ليست خاصة بتوفير غذاء فقط زي ما ذكر الأخ مثل اليوسف، فهناك عدة برامج يجب أن تتضافر معا حتى نحل المشكلة، أسباب هذه المشكلة، لأن الآن نحن نقول دورنا كله عبارة عن دور علاجي فقط، لكن الأسباب لم نتطرق إليها. الأمر الثاني أنه بالنسبة لمعالجة أمراض سوء التغذية، نحن هنا في المحافظة مقيدين بمعايير معينة، يعني أنا معايير من؟ في معايير منظمة الصحة العالمية بشكل عام في جميع أنحاء العالم، على أساس أنه الطفل المصاب بسوء التغذية في العيادات الخارجية، نحن نتعامل مع طفل من 6 إلى 59 شهر، بالإضافة إلى أن الأطفال حديثي الولادة في مراكز الرقود الخارجية، لكن أنا أتكلم عن المراكز العلاجية، العيادة العلاجية الخارجية هي معها معايير معينة تطبقها الطفل إذا كان عنده 6 أشهر إلى 59 شهر. هذه الفئة أنا أقدر أسيطر عليه أو أغطيها على مستوى ما أقدمه من الخدمات أو المرافق الصحية المتوفرة في أنحاء المحافظة. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد منصور. يعني أعود إلى الأستاذ محمد الأسعدي. أستاذ محمد، هل هناك آلية معينة يعني تتبعونها في تقديم المساعدات حتى تتأكدوا بالفعل أنها تصل إلى المحتاجين؟ بالتأكيد لابد أن يكون هناك آلية منضبطة ودقيقة وتلتزم بها كل الأطراف، ويتم التنسيق على المستويات الوطنية من حيث الأولويات، سواء من خلال البرامج القطرية التي تتبناها منظمة اليونيسف أو من خلال الخطط السنوية التي تقوم بتنفيذها مع الشركاء على مستوى المديريات، بدءا من المديريات المحافظة والمركز الوطني. بالتأكيد هناك تنسيق أيضا مع الجوانب، مع المانحين، وتنسيق أيضا مع الشركاء المنفذين الميدانيين، سواء كانت في مجال الصحة أو التغذية أو المياه أو التعليم أو الحماية الاجتماعية أو غيرها. لا يمكن أن تنجح أعمال الإغاثة ولا الأعمال الإنسانية ولا الأعمال التنموية حتى بدون تنسيق وتكامل الجهود، بحيث نتجنب التكرار ونتجنب إعادة تكرار سواء الأخطاء أو تكرار الدعم في مناطق محددة وإهمال مناطق أخرى. أيضا توزيع الجهود وتوزيع الضغوط والأحمال على المنظمات التي تملك إمكانيات أكبر من المنظمات الأخرى، بحيث نستطيع أن نغطي كل البلاد. نحن نتحدث عن الجمهورية اليمنية، وبالجمهورية اليمنية لدينا أكثر من مليون ونصف مليون من الأطفال يعانون من سوء التغذية العام. بمعنى هذا سوء التغذية العام يعني القزامة، وأيضا سوء التغذية الحاد الوخيم وهو يعني الهزال، هناك 370 ألف طفل على الأقل. هذا الرقم زاد بنسبة 150% على ما كان عليه في مطلع 2015، بمعنى أن الوضع يتدهور يوما بعد آخر رغم التدخلات والدعم الموجود، مع محدودية مع المحددات التي تواجهنا ميدانيا، سواء كانت أمنية أو لوجستية أو عدم توفر
الكادر او استخدام المستشفيات لاغراض عسكريه او وصفها او الى اخره، يظل الانهيار وتدهور في المنظومه الصحيه وفي الوضع العام اسرع من جهودنا الاغاثيه. اذا هل هناك، بسؤال اخير وبعجاله سيد محمد، هل هناك معالجات سريعه لما يعني هناك حديث عن ما يشبه الكارثه او المجاعه في الحديده، هل من معالجه سريعه لهذا الوضع؟ لا نستطيع ان نطلق على موقف مجاعه جزافا، هناك مؤشرات عالميه يتم قياسها وبالتالي اعلان عما اذا كانت هناك احتياج. بالتاكيد هناك انعدام للامن الغذائي في منطقه الحديده بشكل خاص، وخصوصا الشريط الساحلي امتدادا من شمال البلاد الى الجنوب حتى باب المندب. الى اي درجه بالمعايير العالميه وفق المعايير العالميه يا سيد محمد تصل؟ المستوى الرابع من 5 مستويات بحسب مؤشرات الامن الغذائي، وصل الحد في اليمن الى المستوى الرابع من 5 مستويات، بمعنى نحن خطوه واحده نقترب من المجاعه. والمساله يعني خطيره جدا، ينبغي الا ننظر الا ينتظر العالم سواء كانوا مانحين او سياسيين او قاده مؤثرين على ما يجري في اليمن، لا ينتظر لوقوع الكارثه ثم يتدخل، يجب الحد من هذه الكارثه قبل وقوعها والان وليس غدا. اشكرك المتحدث باسم اليونسف في اليمن الاستاذ محمد الاسعدي، واعود الى الاستاذ او ينضم الينا الان من الحديده الصحفي بسيم الجناني. سيد بسيم، صف لنا ما يجري في الحديده من الناحيه الصحفيه، من ناحيه معاناه الناس هناك، وان امكن ايضا بالارقام. نعم اخي، طبعا كما تحدث الاخ ناطق اليونيسيف او حول المشاكل التي تحدث فيما يتعلق بسوء التغذيه، بجانب الحاله الانسانيه المزدهره يوما بعد يوم الذي يعيشها سكان المحافظه منذ حوالي العام او العام والنصف بسبب التدهور الامني والاقتصادي في كافه المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بشكل واسع. طبعا بالنسبه لسؤال التغذيه انا اسميه سؤال الوخيم وهو القاتل، انا اسميه قاتل لانه قاتل ويحصد ارواح الاطفال بشكل يومي في حال وصل لهذه المرحله. هناك مراحل في سؤال التغذيه، متوسط ووخيم، والوخيم هذا هو من المراحل المتقدمه غالبا ما يحدث فيها حالات وفاه بشكل يعني دائم. السبب الرئيسي هو طبعا قصور في غذاء الاطفال بعيد من الرخيم من خلال الرضاعه الطبيعيه خاصه في حديثي الولاده. طبعا هناك عدة أسباب، منها جهل الأسرة والمجتمع المحيط بالطفل، ومع تفشي ظاهرة الفقر المدقع الذي بات ينتشر في الشريط الساحلي بشكل واسع كبير خاصة في أرياف كامة يوم بعد يوم يعني بصورة غير مألوفة من قبل. طبعا هناك قصور حكومي للأمانة واضح في تبني الرعاية الصحية الأولية ومنها سوء التغذية، وأصبحت طبعا المراكز الصحية في كافة المديريات تعتمد بالشكل الأساسي على المنظمات الدولية من خلال التدخل العلاجي للأطفال. واليوم كلنا نعلم نفور هذه المنظمات الدولية وسحب مشاريعها من عدد من المحافظات وخاصة محافظة الحديدة بعد أن سيطر الحوثيين عليها، وأصبحت كل الأعمال الإنسانية والإغاثية في تراجع مستمر بسبب أيضا ما يسمى ابتزاز الحوثيين لهذه المنظمات. طيب سنعود إلى هذه النقطة سيد بسيم، سنعود إلى هذه النقطة، لكن قبل ذلك دعني نعود إلى السيد منصور القدسي مسؤول إدارة التغذية في المحافظة. سيد منصور، حدثنا أكثر عن الوضع الإنساني في مديرية التحيتة، هناك من يتحدثون عن أوضاع صعبة جدا، ما هو الوضع هناك؟ بالنسبة لمديرية التحيتة أحد مديريات الحديدة، وكما تعلمون الشريط الساحلي هنا في محافظة الحديدة تعتبر بؤرة أساسية لأمراض سوء التغذية. لو وجينا نحن بالنسبة لمديرية التحيتة معانا 99,412 نسمة، هذا السكان حقه، الأطفال دون الخامسة اللي أنا يعتبر لمعالجة أمراض سوء التغذية في حدود 19,882. انت عم تشوف معدل الامراض سوء التغذيه في حدود 4,314 طفل معرض للاصابه بسوء التغذيه المتوسط، يعني 4,314، بينما الشديد او سوء التغذيه الحاد الوخيم في حدود 656 طفل تقريبا. هؤلاء الاطفال اذا لم يحصلوا على الخدمات العلاجيه
في يعني يعتبروا في مرحلة الخطر. أيضا في معاك الأمهات الحوامل والمرضعات بشكل كامل. إذا جينا نفصل بالنسبة للتحيتة معي 11 مرفق عامل في المرافق الصحية أو في يغطي مديرية كامل، يعني 11 مرفق صحي تقدم الخدمات العلاجية مجانا للأطفال المصابين بسوء التغذية من 6 إلى 59 شهر، بشرط أن ينطبق له معايير اللي هو معايير قبول البرنامج. مفهوم. إذا أشكرك مسؤول إدارة التغذية في محافظة الحديدة سيد منصور القدسي، وأعود إلى سيد بسيم الجناني. سيد بسيم، منذ أن بدأت سيطرة الميليشيا على الحديدة، كيف أثر ذلك على أوضاع الناس هنا؟ كيف أثرت الحرب القائمة الآن على أوضاع الناس في الحديدة بشكل عام؟ أخي العزيز، هناك كان حوالي 16 ألف طفل في المحافظة يعاني من سوء تغذية، كانوا يتلقون علاج عبر مشروع اعتبرناه كلاستر، مجموعة من المنظمات بإشراف اليونيسيف والWHO اللي هو منظمة الصحة العالمية. في الفترة الماضية صحب المشروع، بات هؤلاء الأطفال مهددين بالخطر تماما، إذ كانوا وصلوا لمرحلة متقدمة في علاج وتجاوزوا مرحلة الوخيم إلى المتوسط، فغدا في عدوا إلى مستوى الخطر المعرضين فيه للموت. بالنسبة لي يعني ما رأينا من صور لتلك الحالات، هي جزء بسيط من المعاناة التي يعيشها الأطفال تنتهي بالموت. فمنذ عامين ومع دخول حوثيين تقلصت طبعا كل الأنشطة التغذية العلاجية للأطفال وأنشطتها مع المنظمات، ورغم دخول كمية كبيرة طبعا من الشحنات العلاجية المختلفة ومنها علاج سوء التغذية اللي هو البلومبيدوز والبلومبينوت، ولكن أصبح توزيعة عشوائيا وعدم وجود طبعا رقابة، هذه أيضا أسباب المشكلة، وجهات تتدخل بصورة عملية ولا يمكن أن يقوم بهذا الدور بشكل جاد سوى المنظمات، هذه حقيقة. وبتعاون مكتب الصحة عبر إدارة التغذية والتثقيف ورعاية الصحية الأولية، طبعا لابد أن تتحمل تلك المنظمات مسؤوليتها طالما وهي لا تزال على في الأرض تعمل في الجانب الإغاثي وتستقبل بواقي الإغاثية باستمرار. عليها أن تتدخل طبعا بشكل سريع لحد من توسع المرض وإنقاذ الأطفال من الوصول لحالة سوء التغذية وخيمة. طبعا على سبيل المثال مديرية التحيتة التي نتحدث عنها مش نشرت فيها الصور، يوجد بها مركز للتدخل العلاجي لحالات سوء التغذية، وتم بناؤه حديثا حسب قضية مكتب الصحة، ولم يجد أي تدخل من أي منظمة لتفعيله ودعمه. طبعا عندما نخاطب مكتب الصحة حول هذا الأمر يجب أن وزارة الصحة لا تعطي أي دعم مادي أو علاجي لسوء التغذية، وكل ما يتوقع مكتب الصحة من مشاريع يعني من وزارة الصحة لا تعطي يعني حملات نحو المرض هو دعم دولي. طبعا الحملات نحو هذا المرض هو دعم دولي من منظمات عاملة في المجال الصحي فقط. طبعا أنا لا أقلل من دور مكتب الصحة طبعا من جانب المنظمات، عندما تدخلت المنظمات الدولية بصورة جادة على ما يعني ما تتذكر في عام 2012-2014 انخفضت نسبة حالات سوء التغذية من 31% على في محافظة الحديدة. طبعا محافظة الحديدة على مستوى اليمن تعاني من 31% كانت في العام 2012 على مستوى اليمن، حتى وصلت في العام 2014 إلى 18%، أي انخفضت. كانت هناك جهود متواصلة لتقليل النسبة، ولكن على مكتب الصحة الآن أن يعيد يحرك المياه الراكدة في أروقة المنظمات الإغاثية تجاه هذه الكارثة، ويطلق أقل شيء نداء استغاثة بشكل رسمي ولا يقف متفرج أمام ما يحدث. الآن هناك مضايقات كبيرة لتلك المنظمات، هناك أيضا طبعا جوانب أخرى لابد من معالجتها والنظر لها من قبل مكتب الصحة بجدية، وهي متابعة المراكز الصحية في الأرياف القيام بدورهم في المتابعة أيضا والتوعية. وكثير من المنظمات تشكو من بيع تلك المراكز لأدوية المخصصة للسوء التغذية، أصبحت يا أستاذ الأدوية اللي هي العلاج التغذية والغذاء تباع في البقالات والمحلات، وأصبح العاملين في بعض المراكز الصحية للأسف لا يراعون مسؤوليتهم الأخلاقية في مجتمعهم، وأصبح العامل ينظر يعني طبعا أصبح موضوع سوء التغذية في المركز الصحي ينظر له في حال تدخلت المنظمات هو ماني يعني مال وراتب أشكرك. جانب الراتب الحكومي. أشكرك الصحفي بسيم الجناني، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات منتج الحلقة زميل ماهر أبو المجد. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.